تهدف وزارة الداخلية إلى بناء قدرات طلاب أكاديمية الشرطة ثقافياً وتعليمياً وغرس القيم الوطنية لديهم تمهيداً لتحمل أمانة أمن الوطن مستقبلاً عقب التخرج. من هنا نظمت الوزارة زيارة لجميع طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة بكل المراحل الدراسية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد القلب النابض للجمهورية الجديدة، وبنيت في زمن قياسي بعزيمة وإرادة وسواعد المصريين. بدأ الطلبة جولتهم بزيارة مقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي، وشاهدوا قاعة اجتماعات مجلس الوزراء، كما تعرفوا على آليات عمل الحكومة والتي تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي كأحد أهم مميزات العاصمة الإدارية، والتي تعد إحدى المدن الذكية. كما حرصت قيادات مجلس الوزراء على عقد لقاء مع الطلبة لتعريفهم بجهود الحكومة في تنفيذ برامج التنمية الشاملة والبرامج الاقتصادية والاجتماعية. أهم التدخلات المستهدفة إن احنا نشتغل على مشروعات البنية الأساسية، ونشتغل على السكن، ونشتغل على الخدمات الاجتماعية، ونوفر فرص عمل. وزارة الداخلية دخلت معانا وابتدت تطور كل الوحدات اللي موجودة في كل المراكز والوحدات المحلية. زيارة طلبة كلية الشرطة لمجلس الوزراء والعاصمة الإدارية الجديدة يتعرفوا على التحول الكبير اللي حاصل في المنظومات الرقمية وفي التحول الرقمي اللي خاص في العاصمة الإدارية الجديدة، وكمان نركز أكتر على تأمين البيانات وتأمين قواعد البيانات اللي هو الأمن السيبراني اللي موجود هنا، لأن التصميم اللي معمولة به العاصمة الإدارية الجديدة والشبكات اللي موجودة فيها بتضمن أكبر قدر ممكن من التأمين مقارنة بالأنظمة وبالأساليب القديمة اللي كانت موجودة. يمكن موجود النهاردة في الحي الحكومي، هذا الحي المميز بيعتبر من أحد العلامات البارزة في العاصمة الإدارية، ويمكن ما يتميز به هو ما حققه من سرعة في إنجاز الملفات والتكليفات وآلية العمل وإيجاد البيئة المتطورة لكافة وزارات الدولة. مجلس النواب بقبته التي تتراءى للناظرين من بعيد كأحد العلامات البارزة والأيقونة المعمارية الفريدة في العاصمة الإدارية كانت ضمن برنامج زيارة طلبة وطالبات أكاديمية الشرطة، حيث تعرفوا على مراحل إنشائه وكيف يمارس نواب الشعب دورهم الرقابي والتشريعي. وعلى مقربة من مجلس النواب يقع المقر الجديد لمجلس الشيوخ الذي قصده طلاب أكاديمية الشرطة للتعرف على آليات عمله في مراجعة القوانين المختلفة التي تعرض عليه. طلبة حضروا من النهاردة في هذا المبنى الجديد في العاصمة الإدارية يشعروا بالتطور الحديث للدولة المصرية، التحول الرقمي، لأن هنا القاعة مجهزة برضو بتكنولوجيا عالية جداً. طبعا يعرفوا برضو تاريخ البرلمان المصري. وشملت الجولة مسجد الفتاح العليم، والذي بني على طراز معماري إسلامي متميز بمدخل العاصمة الإدارية، ويعد أولى بنايات العاصمة. مصر ماضية في إنجازاتها، ومصر ماضية في طريق البناء والتعمير من خلال هذه العاصمة الإدارية وغيرها من المدن الجديدة اللي موجودة على أطراف الجمهورية وفي كل محافظات الجمهورية. وتوجه الطلبة إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، والتي تم وضع حجر أساسها مع مسجد الفتاح العليم، تجسيدا لفكرة التعايش والتسامح والنسيج الوطني الواحد. احنا فرحانين بصوره شخصيه الكنيسه القبطيه ان في زياره زي كده موجودين لطلبه الشرطه، العدد 4000 واحد من طلبه الشرطه يجوا يشوفوا انجازات زي كده عملها البلد، وكمان يشوفوا مدى التسامح والمحبه اللي موجوده في البلد. افتخر ببلدنا وبالانجازات اللي موجوده في بلدنا والحاجات الجميله في بلدنا اللي العالم كله بيجي يتفرج عليها كمان.
الجولة تضمنت أهم المعالم الإسلامية في العاصمة الإدارية، وهو مركز مصر الثقافي الإسلامي، والذي يضم مسجد مصر، والذي يعد ثالث المساجد مساحة بعد الحرمين الشريفين. وقام الطلبة بجولة داخل دار القرآن الكريم الذي نقش فيه القرآن كاملا على الجدران في 30 إيوانا، وهو عدد أجزاء القرآن، وتعبر دقة النقش عن حرفية الفنان المصري. زيارة اليوم هي زيارة رائعة وماتعة لطلبة أكاديمية الشرطة، وهم يشاهدون هذا المنجز الحضاري الرصين، وحرص القيادة السياسية وعلى رأسها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على بناء الوحي وتقديم وتوجيه الطاقات والقدرات نحو بناء الوطن ونحو النظر إلى هذه الإمكانات الضخمة. الجولة التي استمرت على مدار أسبوع بالعاصمة الإدارية الجديدة شملت مدينة الفنون والثقافة التي تؤكد أصالة الحضارة المصرية وتعكس الفن المعماري في مراحل تطوره المختلفة، وأنشئت لتكون منارة للإبداع الفني والفكري والثقافي في مصر، حيث تتسم بمكوناتها الفريدة والتي تشمل قاعة الأوبرا، متحف عواصم مصر، ومكتبة العاصمة الإدارية. مدينة الفنون والثقافة أحد الرموز الحضارية للعاصمة الإدارية الجديدة، بنحاول ننشر من خلالها وعي وثقافة وإدراك عن ماضي وحاضر ومستقبل مصرنا الحبيب. مدينة الفنون والثقافة هي عنوان كبير لوجه مصر الحضاري، وأحد اهتمامات الدولة المصرية في هذا التوقيت هو تقديم وجه مصر بما يتناسب مع حجم مصر وثقافتها الكبيرة في محيطها الإقليمي. شرفنا باستقبال أكثر من 4000 طالب من طلبة كلية الشرطة خلال الأيام الماضية، وده دليل كبير على أن هناك اهتمام كبير بأن يحصل وعي ثقافي متكامل لهؤلاء الطلبة. تضمنت الزيارة مدينة المعرفة التي أنشئت لزيادة النمو الرقمي والتفوق التكنولوجي ورفع قدرات الشباب وتأهيلهم للتفوق في نظم التكنولوجيا الحديثة. حقيقة احنا تشرفنا جدا بزيارة ما يقوم من 4000 طالب من كلية الشرطة. واحد حس انه مبسوط جدا بالشغف اللي كان باين جدا في انهم يعرفوا تفاصيل كتيرة ليها دعوة بالتكنولوجيا وبالعالم التكنولوجي. ومع تواصل الأعمال في البرج الأيقوني، أتيحت الفرصة لطلاب وطالبات أكاديمية الشرطة لزيارته، حيث يقع بحي المال والأعمال ويعد أكبر الأبراج في أفريقيا، مجسدا إرادة المصريين في البناء والتنمية. 警察学院的学生到访标志塔项目。 طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة قاموا بجولة بالنهر الأخضر، وهو سلسلة من المسطحات الخضراء التي تتخللها بحيرات صناعية وصممت على مساحات كبيرة كمتنفس طبيعي للعاصمة الإدارية. وعلى هامش الزيارة تم تنظيم ندوة لطلاب أكاديمية الشرطة بحضور رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية حول العاصمة الإدارية وأهميتها ومراحل إنشائها، وكانت فرصة للنقاش والاستفسار. سعيد جدا بهذه الزيارة، سعيد جدا ان احنا نوضح لكل اخواتنا وولادنا من طلبة كلية الشرطة كل اللي بيحصل في العاصمة، اي استفسارات ليهم، ان هم طبعا دول هم اللي هيبقوا مسؤولين في المستقبل عن المدينة، وهم المسؤولين عن تأمينها وعن المحافظة على كل ما تم انشاؤه، وفي نفس الوقت هم هيوصلوا رسالة لاهاليهم ولاخواتهم ان هم يعني اللي شافوه النهاردة والانجازات اللي اتحققت في الدولة المصرية في خلال العشر سنين اللي فاتت. اختتمت الزيارة بساحة الشعب، أبرز معالم العاصمة الإدارية، والذي يضم النصب التذكاري
المنقوش على جدرانه أسماء الشهداء تخليدا لذكراهم. كما تحتضن ساحة الشعب أطول ساري علم في العالم، حرص طلاب وطالبات أكاديمية الشرطة على تأدية التحية العسكرية للعلم المصري والذي يرفرف عاليا خفاقا في سماء العاصمة الإدارية.